كل فرد أو جماعة أو أمة انحطت فإن ذنبها لا يقع على غيرها، بل على نفسها أولاً وبالذات، وهكذا العكس. فمن تقدم كان خيره في نفسه ولنفسه. كل إنسان ارتقى وكل إنسان انحط، إذا لم يكن تحت ضغط خارجي فإنما هو بسبب فكره أولاً وبالذات. على من يريد تجديد الحياة، حياة نفسه أو حياة جماعته أو حياة أمته، أن يفهم الحياة كما هي ويواظب على ذلك، حتى لا يكون ممن يفهمها هامشياً أو مقلوباً.